لقد عكف المجلس الشعبي البلدي لبلدية ابن فودة منذ تاريخ تنصيبه على تسطير برنامج ثري ومتكامل لمس جميع القطاعات والمجالات وكذا شرائح المجتمع، وذلك لإعادة الاعتبار إلى الواجهة وإلى السكة وإلى سكة الإنجازات من خلال طرح العديد من البرامج والمشاريع والتي من شأنها النهوض بالبلدية وتحقيق التنمية الاجتماعية والتطور على مستوى جميع المستويات في إطار الديمقراطية التشاركية، بالإضافة إلى البحث عن عائدات وموارد مالية تكون بمثابة دعم لخزينة البلدية لتمويل المشاريع المستقبلية، حيث عمد المجلس الشعبي البلدي الحالي على تصميم منهجي وسليم لخطة عمل تنموية تصل من خلالها المشاريع إلى شتى الأحياء والمشاتي عبر كامل إقليم البلدية. في سنة 2022 تقدر ميزانية البلدية ب 41 مليار و 400، انتقلت إلى 58 مليار سنة 2023، باش نكون صوتي مع صوت سكان هذه البلدية. بالرغم من كل ما تم إنجازه على مستوى البلدية المجاهدة، لكن هناك الكثير من الانشغالات التي تمس المواطن مباشرة، فإن مجلسكم لم يدخر أي جهد في إيصال انشغالاتكم إلى الجهات المعنية. نذكر منها على سبيل المثال للحصر السكن، بلدية وما أدراك من بلدية ابن هدى استفادت من حصة ريفية قدرت ب40 إعانة في سنتين، هذا غير معقول وهذا غير كيف. نرجع للطلبات المودعة على مستوى البلدية 1750 طلب إعانة ريفية، ولكم الحكم. البلدية كذلك لم تستفد من أي صيغة من الصيغ السكنية المعروفة منذ أكثر من 13 سنة، بحجة أن البلدية ليس لها عقار خاص بالبناء. والحقيقة أن بلدية ابن فودة تتربع على عقار ما يكفي ويفضل، لأنه عندنا عقار راهو مازال شغال هنا في بلدية مركز، لأنه الحجة اللي راهي كاينة على أساس أن بلدية ابن فودة محصورة بأراضي المزرعة النموذجية، وهذا خط أحمر وهذا شي معروف. أراضي المزرعة النموذجية ما تتمسش مهما كان إلا بأمر من الوزارة، صدر مجلس الوزارة برئاسة الرئيس، ولكن بلدية عندها عقار حسيناه، عندنا له بطاقات، أوصلناه إلى السلطات المعنية ملف كامل، وكانت فيه استجابة أنه زارتنا لجنة تاع السكن بتوصيات من الوزارة، وجاو ووقفوا على العقار المتوفر سواء هنا بني فودة مركز وفي شيرهم، ورانا عندنا امل كبير انه بلدية ابن فودة هذه تكون لها حس. تمنوا ذلك وما نشتوش كما نقول بالويكاند، رانا ما كانش نقل، لا تقدر تبنى اكري ولا كما عندك تدخل كرئيس بلدية على جال نقل، هذا اللي راهو ساعة كان ساعة ما كانش. النقطة الأخرى على المدرسة، المدارس تاعنا عندنا اختبار سيرتو مدرسة حصول رمضان محمد مخلوف، عندنا اختبار خصنا مدرسة، والجميع يعلم بلي المدارس تاعنا فيها ضغط. الحاجة الثانية ما درسناش على المياه الجزائرية، المياه
انا ضاع في الرئيس ولا ضايع على رمزون جان ترى في ترميم ما كانش وين يروح مرعى على الملعب الجواري قبل ما نخرج الملعب الجواري على الملعب البلدي كيف قضية على الملعب البلدي اسكو نقدر يقدر الشعب تاعنا يكري تفتح مازال تابع وزارة الشباب والرياضة تابع البلدية ويخصنا إن شاء الله لو تقدر مثلا مسبح بلدي مسبح للشباب تاعنا إن شاء الله وعندنا البريد البريد تاعنا في بلاصة واحد يعرفها كل يجيب لها بلاصة شي كذا يقول لك راهي البوسطة دزوا منا روح منا على الباطيمة تدخل لو تقدر كيما ترميم تاع درت لها ترميم تاع لاسيرونس راهي باهي حاجة مليحة واجهة مليحة للفيلات زيد خصنا ثاني بريد مليح راهي تدخلوا في الشتاء نلقاو القطرة ثاني موجه للسادة نواب المجلس الشعبي الوطني ونواب المجلس الشعبي الولي عندنا مشكل في البطاح في قرية البطاح البطاح هذه تحتل المرتبة الثالثة من حيث عدد السكان بعد بلدية بني فودة مركز وشرب المشكل موجود هو في الطريق الردود موجودة في البطاح عندنا قنطرة هذه القنطرة مسافتها حوالي 500 متر لا يعقل أن تكون هذه القنطرة كحاجز ترابي تقسم قرية بني فودة قرية البطاح إلى قسمين واحد ما يشوفوه كاين عمرها من 64 حنا ثم لحد الساعة ما كانش يعني مسؤول ولا ذاك قلت تحل الإشكال نتاع شيرهم ما كان حتى واحد يعني الخواط كاين الخواط عندنا والحلول ما كانش طرحت بعض الانشغالات وين السيد الرئيس ولا انا مواطن مستعربي لخص الانشغالات وكان يهضر بثوب مواطن انا هكذا جميل 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 اي مواطن انا بدب او مام في الطريق ولا حاجه اللي يهضر معاه وهذا هو الجواب تاعي انا كانت لي زياره لعند السيد الرئيس والهيئه التنفيذيه تاعو في شهر رمضان وين خبرته باللي بدون تحضير عقار بدون تحضير محضر اختيار ارضيه قريب من الشبكات تكلمنا بها في الهضره كلش وما نقدروش نتحصلوا على سكن اجتماعي بمختلف السياق لان حتى عدل وللبيان وللبيا يقول لك لازم يكون تكون القطعه الارضيه تحوز على عدد مسجل وجهه يعني فيها واحد الشروط تقنيه شويه ما تقدرش تتجاوزها وبالتالي تحدثت مع السيد الرئيس وقلت له لازم تروح دير احصاء للعقار لتمكينك من ان تدافع على هذا الملف ونساعدوك ان شاء الله باش مادام 18 سنة يظهر لي هذا مبرر قوي باش نقنعوا به أي مسؤول بلي من غير منطق أنه بلدية 18 سنة ما توسعش سكن اجتماعي شيء غريب وشيء غير منطقي إطلاقا يعني هذه حجة لينا إن شاء الله رفع زملائي النواب أنه يوم ما لأن كلمنا الوزير وخبرنا بلي راح تكون حصة محترمة لولاية سبين يظهر لي حان الوقت أنه تستدرك بلدية بني فودة الحصة تكون محترمة على الأقل تستدرك تاع السنوات السابقة هذا هو المبرر ودخلت عدة مرات مع عيطول الناس على نساء من بني فودة متشودة من المناطق النائية هذه ويتوفروا للأسف الطريق والسبب هو عدم فتح هذه الطرق إن شاء الله السؤال راه موجود على طاولة الوزير ويجاوبنا عليه وراح يكونوا حريصين كل الحرص على أن تفتح هذه القاعة في أقرب الأجال إن شاء الله هذا فيما يخص هذا فيما يخص قاعة الولادة بني فودة جناح الأشعة وفتح التحاليل بالقاعة متعددة الخدمات هذه ما كنتش نعلمها وسترفع بإذن الله مع السيد النائب راح نرفعها إلى وزير الصحة لأنه عندنا لقاء مع السيد المحافظ إن شاء الله فيما يخص المتوسطة والله أنا في عضو في لجنة التربية الوطنية بمجلس الشعب الوطني للأسف يعني كارثة أنه المتوسطة وانا استاذ على كل حال متوسطه تحمي على مرحاض واحد ربما مختلط بناتنا وبناتنا راهم في سن المراهقه يعني ما نحشوش بالهضره هذه انه يكون يعني ما علمناش انه كاين مرحاض واحد هذه هذا عار وعيب ما
ممسوح فينا احنا. انا كي سمعت بها صراحه راح نتقدم مع السيد النائب في اقرب الاجل، السيد مدير التربيه ورئيس لجنه التربيه بالولايه، نتقربوا ليه ولازم نوقفوا وقفه لهذا الموضوع بالضبط. فيما يخص كذلك قريه البطاح، قريه البطاح الاخ الكريم، هذا الانشغال سيرفع مع السيد النائب، وان شاء الله تكون التنحيه على القنطره هذه الرمليه الترابيه وتعويضها. فقط ربما ما يكونش بون كيما راك تحكي، راح يكون ممر. لا يخفى علي كذلك ان اذكر مواطني بلديه بني فوده ان جل انشغالاتهم محصات على مستوى المجلس الشعبي الولائي، وذلك بناء على الحصيله المقدمه لنا من طرف رئيس المجلس سابقا، وتم ادراجها بمداوله بالمجلس الشعبي الولائي في مارس 2023، وتم تقديم نسخه منها للسيد الوالي ونسخه للسيد النائب الحاضر معكم السيد سعيد حمسي، هذا لرفع كل انشغالات، وحنا ما بوسعنا ان نقدم لكل كما نقولوا شغلنا الشاغل لبلديه بني فوده. حسام ثوري رئيس مكتب التنسيقيه الوطنيه للمجتمع المدني مكتب بني فوده، دخلت هذا درت التدخل هذا خاطر الشباب تاعنا راهو كيما نقولوا في عندنا نسبه بطاله بزاف في بلديه بني فوده. كيما قلت لي طرحت الموضوع تاع المزرعه النموذجيه، المزرعه راهي كيما نقولوا 2000 هكتار على بني فوده، بني فوده من رايحه تطلع الفوق، احنا ماذا بينا نهبطوا لتحت للطريق لي باساجي، من جيونا هبطوا الاراضي تاع الزراعه. المير انا بروبوزيت عليه اقترحت عليه يقدر يدير تعويض عن ويقول بلي عندنا قطارات في شيرهم قطارات منا، يقدر يبروبوزي على مزرعه نموذجيه، يعني يعطيو له قطار اللي مش ما فيش اللي ما فيش الزراعه ويعوض لهم في بلاصه اخرى، باسكو احنا رانا عندنا 10 سنين السكن ما كانش. انا مركز على السكن، احنا رانا 10 سنين السكن ما كانش، بني فوده ما عندهاش ما استفادتش مره من السكن لا اجتماعي لا مدعم لا والو، والشباب تاعنا راهو ضاع. ما عندنا لا مركب رياضي، ما عندنا لا مسبح بلدي، لا ميزون جان في ترميم. يعني الشباب تاع بلدية بني فوده أولا وقبل كل شيء يعاني من مشكل العمل، هذه الأولى. ثانية كاين مشاكل مثل مشكل المياه، ديما كل عام حاضرين في المشكل هذا تاع الماء. عندنا المشاكل الصحية اللي كان يتحدث عليها رئيس مجلس الشعب البلدي، ما عندناش متعدد الخدمات ولكن والو، تروح تشري برا تشريها من برا، يعني مشاكل بزاف بزاف. لازم لنا ثاني قاعده استعجالات، احنا دوكا واحد يتكسر لازم يروح للعلمة بيتعالج وقيس على ذلك، يعني ماشي غير انه يعني عطيتك مثال برك انه يتكسر لازم يروح للعلمة باه يتعالج، وما بالك الحوايج الاخرى. انت دوكا الانسان يطيع الساعتين تاع الليل، نسمى لازم الساعتين تاع الليل يروح للعلمة، يسمى احنا ماذا بينا تكون كل شيء يعني تقريب من الخدمات كنا هنا في البلدية. حيث الشباب بني فوده يعاني من بطالة خانقة، وكذلك ضعف الهياكل والمرافق الترفيهية والرياضية. إذا علمنا أن البطالة هي مشكل وطني نقولوا مشكل، لكن أنتم كشباب ما هي الاقتراحات التي تقترحونها لحل هذا المشكل على المستوى البلدي؟ المستوى البلدية تتركز بالأساس في خلق مناطق نشاطات حرفية وصناعية بالأجل استقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب. أين تكون هذه المنطقة مثلا؟ هل هناك يعني مكان مناسب هناك يعني؟ وما حسب تصريحات المجالس السابقة كانت مبرمجة منطقة نشاطات حرفية في منطقة شيرهم، وعرفت عدة تجميدات سنة 2003 2017، إذا غاية اليوم لم ترى النور. نتحدث ايضا على قاعة متعددة الرياضات اللي راهي تعاني منها بلدية بني فوده بزاف بزاف بزاف، حيث ان اصبح السكان تاع البلدية يتنقلوا دائرة تجميلة العلم سطيف حتى يمارسوا الهواية ولا الرياضة اللي حوسوا عليها هما، مثلا السباحة مثلا قدام الرياضة. احنا ماذا بينا ايضا يوصل صوتنا انهم يوفروا لنا قاعة متعددة الرياضات لهذه البلدية ان شاء الله فيها خير. دمنا في اخر حصه ب 90 حصه من هذيك ما بني فوده ما استفادش، ماهيش غير غريبه. كانت برنامج في الدومين 2015 وما استفدناش.
2015 كان برنامج وما تفذناش، نطلبوا من السلطات يعني تشوف يعني بنفوده يعني في جميع جميع السياق، مثلا الترقوي المدعم، للبيبي الترقوي العمومي، السكن الاجتماعي بما فيهم يعني اللي ناقصين بزاف. يعني الانسان قد يخطئ وقد يصيب، ولكن الجد والاجتهاد وفي خدمة الصالح العام الإنسان يبذل جهد كل الجهد لإرضاء ساكنة بلدية بني فودة. اليوم احنا قدمنا هذه الحصيلة، نتمنى وإن شاء الله أنها كانت إيجابية، وبربي إن شاء الله ندارسوا ونصلحوا ما قد نكون نسيناه أو أخطأنا في حق ساكنة بلدية بني فودة اللي تستاهل كل خير. التجاوب نتاع سكان بلدية بني فودة مع الشيء القليل الذي قدمناه هذا ينبع من أننا كنا صادقين مع سكان هذه البلدية، كنا الشغل نتاعنا هو رفع الغبن على هذه الساكنة، الدفع ببلدية بني فودة بتنمية شاملة، السهر كل السهر على وتثمين ممتلكات هذه البلدية، المطالبة والمطالبة والمطالبة وبدون هواده وبدون ملل، كل السلطات وكل من هو له ولو قدم في صالح هذه البلدية لن ندخر جهدا في سبيل ساكنة بني فودة. هل أنت راضي عن هذه الحصيلة؟ أولا أنا راضي لما شفت واحد الفرح في المواطنين، راضي ومانيش راضي لأني طموحي وطموح ساكنة بلدية بني فودة أكبر بكثير مما قدمناه.